مساء الخير والسعادة على كل مشاهدينا. برحب بحضراتكم معانا أول حلقة من حلقات برنامجنا الجديد أنا وهو وهي. هو الحقيقة هو مش أنا وهو وهي، هو أنا وهو وهو وهي. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده معناه إن إحنا بنبدأ برنامج جديد ومش لوحدي المرة دي. قضينا سنوات عديدة مع حضراتكم بنقدم ست الستات، وكان برنامج مخصص للستات. النهاردة أنا وهو وهي مخصص لكل أفراد أسرتنا، أسرتنا الصغيرة وأسرتنا الكبيرة. محدش بعد كده هيقول أنا ما سمعتش عن الموضوع الفلاني، لأنكم أكيد بإذن الله هتكونوا سمعتوا عنه في برنامجنا. برنامجنا اجتماعي متنوع، كل حاجة تتخيلوها عايزين تعرفوا عنها معلومات هتلاقوها معانا. هننتقد وهنتكلم، وهنتكلم في الفن، وهنتكلم كمان في الجمال، وهنتكلم في كل حاجة بتهم حضراتكم. ونرجع لأول نقطة قلتها لحضراتكم، أنا وهو وهو وهي. وطبعا كالمعتاد بما أن الليديز فيرست، حابة أعرفكم على أسرتنا الجديدة. على فكرة هم مش وجوه جديدة خالص، أكيد حضراتكم تعرفوهم لأنهم مشاهير كل واحد في مجاله، وطبعا قدموا برامج قبل كده وشفتوهم على السوشيال ميديا قبل كده. وهنبدأ بأول هي آية شعيب زميلتي الجديدة. بونجور. أي حد بيتابعني على السوشيال ميديا عارف تقريبا كل حاجة عني وعن اهتماماتي، بس مش كتير عارفين ان اللي بيصحيني دلوقتي منبه فلافي خالص بس قد الاسد واسمه بوتشي. ولازم اعدي على الروايه اللي خللت في ايدي دي واحاول اعمل نفسي بحرص تقدم فيها، بس هو يعني تقدم بطيء جدا. وعشان انا رغايه فلازم اطلع ستوري من البيت اقول فيها رايي في اي حاجه، وبعدها اعمل مديتيشن عشان اليوم يبدا صح. الحقيقة ان يومي لا يخلو من المهام والتاسكات جوه البيت وبره البيت، ما بين الكتابة والشغل، بس في فقرة اساسية في حياتي، مش فقرة ما عنديش حاجة البسها، لا، فقرة هل الطقم ده هينفع لكل المشاوير ولا لا، ده صعب، ده مش هينفع، قررت البس ده. يلا بقى نجري عشان متأخرين. وانا على طول متأخرة، فده مش معناه اني مش هعمل ستوري العربية اللي لا تقل أهمية عن الستوري الصباحية وعن كل الستوريز اللي بعملها عموما. أنا بحب أبقى موجودة مع الناس دايما. ده أنا هموتها أسئلة. إيه هموتها؟ ده أنا هستفيد منك في كل حاجة، في اللوك بتاع اللبس. هنتكلم عن الكلاب لأن واضح إنها هواية مشتركة. أنا مغرمة بالكلاب. عاملة إيه؟ مبسوطة قوي يا إيه. وأنا كمان والله جدا جدا أنا بحبك، يعني فوق ما تتخيل. أنا هحبك قوي 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 وهتشوفي. إيه رأيك ندخل بقية العصابة؟ يلا بينا. نبدأ بواحد واحد ورا بعض. يلا. ونشوف مع بعض شريف نور الدين. على فكره دي مش وعدها اعمل رسميه، لسه بعد الساعه 3 بس. يعني منورين، ازيكم؟ كل سنه طيبين. انتوا جيتوا لي لحد البيت عشان تشوفوا انا بعمل ايه. طب انا بعمل ايه؟ انا كل يوم بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل رياضه ايا كانت هي ايه، وبعملها في النادي، وبعملها على العجله بتاعتي. دي العجله بتاعتي، العجله بتاعتي دي صديقتي في كل حته. فهاخدكم معايا بقى في طريقي النادي، تشوفوا انا بروح فين وبمشي فين في الزمالك لحد باب النادي. ايه رايكم؟ يلا بينا. انا طول الوقت بعمل رياضه، يعني هو بشوف ان هو ده جزء مهم جدا من الواحد ان هو يبقى في حياته او جزء من يومه، حتى لو جزء صغير قوي، انه يعمل رياضه. سواء انا بالنسبه لي جري، عجله زي ما احنا شايفين، بعوم، بركب خيل، فانكشنال تريننج، كروس فيت، بس بحاول دايما ان انا اكون كل يوم في اي نوع من انواع الحركه. لحد هنا ستوب، خلاص انا هخش تمرين واتمرن مع اصحابي. وانا كمان معاكم، انا هشوفكم بعد ساعتين بالظبط في صدى البلد، علشان خاطر نكون في انا وهو وهي. اول حلقه ليا النهارده انا شريف نور الدين، بوعدكم ان انتوا تشوفوا تجربه ممتعه مختلفه، هنتكلم فيها عن كل حاجه واي حاجه، واهم حاجه انها حاجات تهمكم وتهمني وتهم كل الاسره المصريه. كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم بعد شويه. طبعا شهادتي فيه مجروح على اني بعرفه سنين طويله
وانتوا بتحبوه زي اكيد وهتحبوه اكتر كمان رب. عنده مفاجآت كتير هيقدمها لنا في البرنامج كتير قوي. انا مبسوط قوي. تعالى نقدم زميلنا. أيوة. بقيه الجانج. أيوة. بقيه الجانج. ايوه بقيه الجانج نقدمه، وخصوصا انه بقى متعدد المواهب هنستفيد منه برضو موت جدا، من ناحية بقى التجميل ومن ناحية الأزياء ومن ناحية الشياكة والإتيك كل حاجة، والخروجات والحفلات بقى. لا بقول لك ايه، ما تفتحوش نفسي بعمل ايه لوحدي طول السنين اللي فات، انتوا كنتوا فين؟ اي خدمة. حسام المراجل صباح الفل، وكل سنة وانتم طيبين. قبل ما اقطع الاجازة واجي انا وهو وهي، انا دلوقتي في اللاجون وبعد كده شوية ورايح البحر، ومن اكتر الحاجات اللي بحبها في حياتي هي الهواء والبحر والشمس، كل حاجة طبيعية، اي حاجة ليها علاقة بالنيتشر او ليها علاقة بالانرجي انا انترستد جدا جدا فيها. شوية وهطلع هوريكم فيديو تاني واقول لكم انا انترستد فيه. صباح الفل وكل سنة وانتم طيبين. بعد كده بقى جيت البحر، احلى حاجه في الدنيا، الناس مبسوطه، عيد بحر. عندنا حتت في بلادنا فظيعه جدا، استنى هوريكم تحفه. ولسه مكمل معاكم اليوم قبل ما اجيلكم، فانا هو وهي عشان هنتكلم في مواضيع كتيره جدا النهارده. واقول لكم بحب ايه بعمل ايه، استنوني. زي ما قلت لكم اكتر حاجه بحبها النيتشر، فالناس كلها هي عماله بتهيص في العيد. عيد سعيد عليكم كلكم، هقول لكم كل حاجة حصلت. هات 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 كاميرا، هقول لكم كل حاجة حصلت. فأنا هو هي، أشوفكم كمان شوية. طبعا هما لسه ما قالوش حاجة عن نفسهم، هي دي بس كده ويلكم كليب. نوري مين معانا، مين بقت العصابة بتاعت أنا وهو وهو وهي.